الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نحن سكان حي مولى رشيد نطالب وزارة الأوقاف باش تحل لنا هذا المسجد. راه الناس كاينين، ناس كبار هنايا، كاينين ناس كبار تحرموا من الصلاة، ما بقاش يصليوا، تحرموا مساكن صلاة الفجر تحرموا منها، والناس هما سولوهم هما الساكنة هنا كلها هاد مال الحوان هما نقصات عندهم التجارة، قال لك غيصلحوا نقصات عندهم التجارة. علاش؟ على نقطة ديال الماء، سدوا لنا المسجد، هاد الشارع حشومة عليهم، خاصهم يحاولوا، الله يجازيهم بخير والله يرحم لهم الوالدين، وتنطلبوا من السلطات المحلية يدخلوا في هاد الشيء، الله يجازيهم بخير. راه الساكنه راه ضاعت، حنا ما بغينا نديروا لا احتجاج لا والو، بغينا داك الشيء يكون سلمي وبالمحبه وبالموده، بدون هراج بدون صداع بلا حتى شي حاجه، الله يجازيهم بخير، يحاولوا يحلوا لنا المسجد، الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. قبل رمضان فين غادي يصليوا؟ في صلاه رمضان فين غنصليوا حنا؟ هما دابا جاي شهر رمضان، فين غنصليوا؟ فين غنصليو التراويح؟ فين غادي نصليو؟ الناس كبار هنا ساكنة، وهذا المسجد هو اللي كاين هنايا في حي مولاي رشيد، ومجموعة ستة، مجموعة ستة ومجموعة خمسة، فيها مسجد واحد، وحنا ضايعين، ضايعين. والمشكل أن المسجد يالله تبنى في 2002، ما كاينش حتى 16 عام، وقال لك خاصو يريب. فين كاين المشكل دابا؟ خاص هاد الناس اللي داروا النارم هما خاصهم يتابعوا المسؤولية، يتحملوا المسؤولية ديالو. المسجد يالله عنده 16 عام ولا 2002، ها هو دابا قال خاصو يريب، خاصو راه من الدرجه الثانيه، كل واحد اش كيقول. الله يجازيكم بخير، حنا بغينا الناس المسؤولين والمعنيين بالامر يقوموا لنا بهذا الواجب. عندنا ناس كبار، المسجد بعيد، وكتعرفوا المجموعه السته راه شويه صعيبه شويه في الليل. والله يجازيكم بخير، ما الناس المسؤولين يقوموا بالواجب، والله يجازيهم بخير. هادشي اللي كنطلبوا حنا، حنا بغينا نصليو، ما بغينا مسجد واحد اللي كان مجموعه بين سته وخمسه، مسجد حاجه عيب، حاجه عيب. دابا اكبر مسجد هو اللي كاين بين مجموعه سته وخمسه، ما كاينش مسجد. دابا الناس كبار، ناس كبار من الجامعه ما بقاش كتمشي لها، والناس الرجال ما بقاش الناس كيمشي، الناس ماشي الكبار الصغار، الناس ولا خايف على راسو. اللهم المسجد يتحل، اللي كان شي حاجه يقوموا بها. دابا سيدي رمضان جاب حول الله، خاصنا هما الناس خاصهم يصلوا في المسجد تاعهم، واش اللي كاين؟ الله خويا خاصهم يحلوا المسجد باقرب وقت ممكن، لان المسجد راه ديال مسجد كبير، وكي كيصليو فيه تقريبا الساكنه ديال حي مولاي رشيد كامل، وكيبان لي ما كاين علاش غيسدوا. هذه سابقه بتاريخ المغرب، ما عمر المسجد كان يتسد. بغى يطيح يريب، يريب علينا حنا كاملين، هو ما يريبش الا 16 عام هذه، بس صايبو غادي يريب كامل 16 عام، كامل 16 عام باش غادي يريب. المهم هذه سابقه بتاريخ المغرب. هاد الحوانت علاش ما سدوش لهم؟ حيت ما كي هادو حيت كيتخلصوا في الكرا ديالهم. إمامه المؤذن ساكنين وسط تاع في المسجد، علاش ما خاطرش عليه؟ هاد المحل التجاريه، المحل التجاري اللي كاينين، من ما خاطرش عليهم؟ لا خاطر، خاطر على الجميع، خاطر على الجميع. يحلوا يشوفوا اصلاح، قال لك غير كيقطر بالماء، يقطر بالماء، يقطر بالماء، راه المحل ديالو ساهل، بس ساهل الاصلاح ديالو. يحلوا لنا نصلوا في رمضان، يحلوا لنا نصلوا في رمضان ان شاء الله، ومن بعد رمضان بغى يصلحوا نخليهم يصلحوا من بعد رمضان، يحلوا لنا في هذا رمضان بعدا كنصلوا صلاه التراويح. لان بعيد عن المسجد، بعيد عن الساكنه، والساكنه كتقدر بواحد، راه نقول لك واحد 400,000 ديال الساكنه بالمجموعه 5 و6، راه نقول لك راه تقريبا السكان نصف السكان ديال قطر ولا الكويت ولا، باش هذا المسجد ما يتقواش يصليو الناس. يحلوا لنا في هذا رمضان، نصليو التراويح في هذا رمضان ان شاء الله، ومن بعد رمضان بغى يصلحوه يصلحوه، لهم الحل، وحنا نقدروا نصبروا عليهم. التجاريه وقفت الحركه، يعني حنا كنخدموا مع الناس البرانيين، المصلين، المصلين وقفت الحركه عندنا، تابعنا الكرا ديال المحل الحوان، تابعنا الكرا ديال الضيوف، تابعنا الصيد ديال الدراري، يعني راه حشومه عليهم هذا الشيء. والمشكل هو اكبر مسجد في العماله ديال بلمسيك، اكبر مسجد في العماله بلمسيك كامله تيحتوي على 4800 متر، ويتسد هذا المسجد راه عار عليهم. يعني حلوا لنا المسجد والناس مكرفسين مساكن، تحرموا الناس من الجمعه، تحرموا الناس من الصلاه ديال الصبح، تحرموا الناس من البلاصه ديال الوضوء، يعني عار عليهم. الله يجزيهم بخير، شوفوا السلطات تدير لنا حل، الله يجزيهم بخير. هذا الشيء اللي كاين خطا، هذا راه تسد هذا المسجد بدون اسباب، ما كانت شي اسباب. الاسباب واهيه، الناس كتصلي دابا في الشوارع، كتصلي في الزناقي،
وسيدنا الله ينصرو عطى المساجد تفتح وتبنى وتحل المساجد، ماشي هو كتسد بهذه الحاله هذه. ودابا هو اللي كاين، ولا كنصلوا حنا دابا في الجامعه، كنصلوا في الشوارع، كنصلوا في الزناقي، والناس كتجي ترزق هنايا، والناس كتجي هنايا تصلي. ودابا هذه راه ماشي حاله، ما عندها حتى شي اسباب هذه باش يتسد، كلشي حشومه، هذا الشيء كاع عيب، عيب المسجد. ما يبقاش الاذان، الاذان ما بقيتيش كتسمعوا، دابا الاذان ما كيبقاش كيتسمع، الصاله ما بقاش كتسمع، حي شعبيه الناس ضايجين وتسد. علاش؟ علاش السبب؟ ولا المسجد راه ما فيه حتى شي حاجه خاصه اللي ضروريه غادي تصلح فيه، راه ما فيهش صالح ناضي، كلشي فيه مزيان. ونعم السيد، حنا بغينا السيد، كنطلبوا بسيدنا الله ينصرو والله يطول عمرو. هذا الشيء راه شي عيب، هذا المسجد يتيك. حنا في رمضان دابا جايين وغنبقاو هنا نصلوا في الزناقه، نبداو هنا متافتين، حشومه كاع، حشومه المسجد يتشدوا كايا. وسيدنا راه كيعطي بالمساجد تفتح وتصلح وترمم وتصوم، وهذا المسجد راه مصلوح، راه ناضي، ما فيه حتى شي حاجه، ديما كنصليو فيه، ودابا يتسد هكا. دابا الظلام ما عرفنا علاش، علاش مسدود؟ ما كاين حتى شي اسباب، حتى شي واحد ما عطاكش سبب بان قال لك هذا المسجد اش خصو، اش خصو سدوه صافي، علاش ما عرفت. والله الله ينصر، والله كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو، والله وهاد الناس هادو اللي واقفين، وهاد الشيوخ وهاد الشباب، ان شاء الله يتفتح هذا المسجد ويصلوا فيه، تسمع فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. راه الاذان ما بقاش كيتسمع فيه، راه السجود ما بقاش فيه، راه ولا دابا ظلام هنا، كلشي الناس كترزق فيه. والله يعاونكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.